السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم اخوتي اخواتاتي في القناه ديالكم ناصر عايز بلوكس. مرحبا بكم فيديو جديد ان شاء الله بحول الله اللي كان فيديو من اختياركم. قريت التعليق ديالكم الاخوان تنشوف بالله بغيتو فيديوهات على ميرش باي امازون. كما وعدتكم الاخوان في الفيديو السابق اللي فين درت السيت اب الحاسوب ديالي قلت لكم راه كل نهار غنبقى ندير فيديو ماشي مختص فقط غير في الربح المال، فلوغات رياكشن ريفيوز اي حاجه بانت ليا غادي نبقى نحطها في يوتيوب. لذلك الاخوان انا شحال ضيعت بزاف ديال الوقت سيمانه وانا ما خدامش ما داير حتى شي فيديو في يوتيوب. تنفكرت نقول علاش انا نبقى غير تندير غير الربح الربح الربح. كاين الناس اللي باغين فلوغات، كاين الناس اللي باغين رياكشن، كاين الناس اللي باغين ريفيوز، كاين الناس اللي باغين الربح المال من الانترنت. داكشي علاش كما شفتوا الصباح اليوم رحت لكم فلوغ اللي فيه تقريبا 30 دقيقه، مشيت واحد البلاصه ديال المطار. الناس اللي ما شافوش غادي تلقاو اللينك لتحت، هتهبطوا لتحت غادي تلقاو اكسبو موتورسايكل، غتلقاو الفيديو لتحت كليكيو عليه وغتفرجوا فيه، راه فيه شي 30 دقيقة. المهم نتمنى يكون عجبكم. اليوم الإخوان بهذا المصطلح هذا عيد الحب يساوي عيد الفلوس بالنسبة لي أنايا، هذه هي الفرصة الإخوان فاش غادي نستغلوا الوقت ديالنا الإخوان وغادي نحاولوا نخدموا ونركزوا على هذا العيد، هذا العيد ديال هاد الناس هادو فالنتاينز داي، وان شاء الله بحول الله نحاولوا نحققوا منه مبالغ ماليه اللي هي كثيره جدا. الا كنتو بغيتوا تعرفوا شنو هي العمليه اللي كنحقق بها انا المال من ميرش باي امازون، ان شاء الله بحول الله غادي نوريكم خطوه بخطوه، نوريكم فقط معلومات، ما غاديش نرغبكم نقول لكم عافاكم الله يرحم لكم الوالدين سيروا تخدموا، انا نوريكم شنو كندير وانتم كملوا. انا ما غاديش نعطيكم 100%، غادي نوريكم شنو كندير بالفوتوشوب بكل شيء. الناس اللي ما عندهمش ميرش باي امازون اكاونت راه درت فيديو في السابق، فدخلوا للقناه ديالي غادي تلقاو واحد الفيديو كيفاش تقيد في ميرش باي امازون، كيفاش قبلوني. هادشي اللي نقدر نقول لكم الخوت. دابا ان شاء الله بحول الله شنو نعطيكم، نعطيكم فقط الطريقه باش تحققوا الدولارات ديالكم ان شاء الله بحول الله. كاينين بزاف الناس اللي تحققوا مئات الدولارات ماشي غير انايا، الحمد لله ما كيشاركوش معكم هادشي، ولكن ان شاء الله بحول الله غنشارك معكم انايا المعلومات اللي كندير. طبقها الا بغيتي، انا راه كنربح منها فلوس، الا ما بغيتيش تطبقها شغلك هذاك. المهم الخوت ندوزو للحاسوب ما نطولوش في المقدمه بزاف. الخوت غادي نوريكم انا الطريقه اللي كندير كيفاش كنلقى النيتش ديالي وشي حاجه كتباع. انا ما نطولش الفيديو بزاف، المهم غادي نحاول نشوف، غير تبعوني وغادي تفهموا شنو كندير. اول حاجه غادي ندخل لامازون غندير فالنتاينز غنشوف شنو كيبيعوا هاد الناس هادو، غندير هكايا غندخل غادي نلقى شنو كيبيعوا هاد الناس. غادي نعطس الحمد لله ما كاينش المونتاج. المهم تنشوف شنو كيتباع هنايا، شنو كيتباع شنو كيتباع بزاف التواشا. انا ما عنديش شغل في هذا الشيء، غندير هنا تي شيرت حيت حنايا عندنا ميرش باي امازون. شنو غادي نشوف هنا شنو كيتباع بزاف، شنو كيتباعوا هنايا، تنلقاو بزاف ديال التواشا كبحال هادو. حنايا تنبغيو حنا شنو غنستهدفو غير فقط هذوك الناس ديال اللي تيكتبوا بحال قلتي فورغاري جيرلز فين هي وات ذا فاك مشات بحال قلتي غير انسى انا عيد الحب ديالي هي مهمتي بحال قلتي هذه هي الترجمه ديال از ماي فالنتاينز. هنايا هذه تيتباعوا منها العديد العديد العديد. انا عندي في ستور عندي هذه بحال هذه عندي في ستور ديالي. راه مهم الاخوت بغيت نقول لكم بالله هاد اللوغو هاد العباره هذه راه كتباع بزاف في امازون. وكاين اللي واحد عمر شي واحد غيوريكم شنو كي انا شنو كنبيع. ماي انتم والله تنوريكم شنو كنبيع. ماي تاكوز ار ماي فالنتاين. هانتوما هنايا تستهدف هذوك الناس اللي ما عندهمش سينجل، الناس اللي ما عندهمش الصديقات ديالهم ولا الاصدقاء ديالهم، تتقول له الماكله هاد التاكوس هادو هو عيد الحب ديالي. المهم الا قلبتو مزيان هنا غادي تلقاو ستور ديالي، انا ما غاديش نحاول نوري ستور. المهم منتوج من هادو، هاد المنتوج من هادو غادي تلقاو ستور ديالي. المهم تتحاول دير شي تزواقه، المهم هادو كيتباعو مزيان. الطريقه الثانيه الاخوان الا ما بغيتوش بغيتو ديروا شي حاجه مغايره غادي تمشيو لجوجل غديروا هاد الشكل هذا، غديروا فاني فالنتاينز، ما ديرش كارتس وغدير كوتس. انت هذه عمر شي واحد غيوريها لكم. تدير الكوتس، تدخل لشي سيت 15 فاني فالنتاينز داي. هنايا غادي تحاول تقلب على الكوتس. الكوت هي واحد العبارات
بحال قلتي عبارات مضحكه بحال هكايا على عيد الحب. غادي تقلب هنايا غادي المهم ماشي هذا السيت هذا ما نحاولش نعطيكم غير الفكره الخوت وخدموا عليها. اقسم بالله العلي العظيم الا خدمتوا على هذه الافكار هذو اللي كنوريكم الا حتى والله تتحققوا مبيعات. ولكن انا بقى نطلق فيديوهات وما ما نتسوقش حيت انا بنادم تيصحابو واش انا كنكذب ولا كيصحابو واش غير تندير فيديوهات في يوتيوب غير بغيت ندير فيديوهات. I love being married. It's so great to find. خصنا الكوت حنايا الكوت ولا العباره خصها تكون قصيره حيت ما غاديش دير باج كامله بحال قلتي هي التيشيرت ديالي هادي بحال قلتي هادي غتحاول دير غير هنا وهنا وهنا ثلاثه سطوره عباره فيها ثلاثه ديال السطوره ياخذوها من عندك الناس. المهم تقلب على شي حاجه فاني فشي حاجه مضحكه على عيد الحب ولا غادي تمشي غتقلب على الصور. المهم انا هادشي كيطلب الوقت انا ما غاديش نجلس هنا 50 دقيقه تنقلب حتى نلقى شي كوت تنعطيكم الافكار نتوما طبقوها. تمشيو للايميج. What is the difference between me and calendar? Calendar has dates. هنايا هنايا تيقول لك شنو هو الفرق بيناتنا انا وديك اليوميه. اليوميه عندها dates. اليوميه عندها dates هي عندها بحال قلتي هما تيقولوا dates هما تواريخ ولكن هنايا في امريكا date هي تقول لك I'm gonna go on a date هي انا غنمشي نتلاقى بالصديق ديالي ولا غنمشي نتلاقى بالصديقه ديالي بحال قلتي ميعاد ولا ميعاد هما تيقولوا له date. I'm on a date بحال قلتي we start getting we're dating ولا dating هي انا مصاحب I am dating بحال قلتي انا متورخ هي هما تيعنيو بها بلا انا مصاحب هما ديت عندهم هو بحال قلتي ميعاد عندهم بلا I'm dating this girl ولا I'm dating this guy بحال قلتي انا مصاحب مع هاد الصديق هاد الولد ولا انا مصاحب مع هاد الولد. المهم ديت المهم شرحت لكم شنو هو ديت. المهم غتقلبوا على شي حاجه هاي today's Valentine's Day or as a man like to call it. المهم بحال قلتي هذه حاول تكتبها في التيشيرت بحال هكايا اكتبها في شي تيشيرت هكايا شي حاجه مضحكه ودير عليها شي لوغو اللي هو يعني الفالنتينز والعيد الحب وحطها في سميتو حطها في ستور ديالك. غادي نحاول نوريكم فوتوشوب دابا عطيتكم الطرق عطيتكم معلومات على علاش تقلبوا غادي ندخلوا دابا ندخلوا لسميتو ندخلوا الفوتوشوب هذا هو فوتوشوب غادي دير كرييت نيو. امازون شنو كيطلب امازون كيطلب 4500 على 5400 على 5400 تدير كرييت هذا هو سميتو غنمشيو نقلبوا حنايا على السميه بحال قلتي غنشوفوا انا نوريكم واحد الحاجه انا كنبيعها شنو هي التاكوس هذا التاكوس بي ان جي بي ان جي هي تعطيك بحال قلتي صوره ما فيهاش الجوانب بحال قلتي هادو بزاف بحال قلتي هادو غادي نحاولوا نديرو كوبي ايميج نديرو كوري غنشدو الصوره غندخلوها هنايا غنحطوها هنا كما تتبان لكم غنكبروا الصوره كما تتبان لكم هنا هكايا. انا راه هادشي كنوريه للناس اللي ديجا هما عارفين كيفاش يخدموا في سميتو كيفاش يخدموا في ميرش باي امازون. هنايا غدير عاوتاني غتجي لهنا غدير تا كوس ار ماي فالنتاين هنايا غتجي طق غدير كوبي حاول ما ديرش الاغلاط الا درتي الاغلاط راه كحلتي ما غاديش ما يشري من عندك حتى شي واحد. غنجيو لهنا غنكليكيو هنا غنكتبو بالبيض ديما بالبيض حيت حنا التيشيرتات اللي تنبيعو الكحل والاحمر هادو هما اللي تيتباعو بزاف الكحل والاحمر والقهوي. المهم غادي نوريكم الالوان اللي كيتباعو بزاف ما تحاولش تكتب بالكحل حيت الكحل ما غاديش يجي مع الكحل ولا يجي مع الاحمر. المهم البيض هو اللي تيتباع بزاف الكتابه بالبيض هي اللي كتباع بزاف بحال قلتي هاد كولي هادي طق غنجيو هنايا غنكبروا هاد الاسم هذا. المهم دابا غادي نحاول نكتب بالكحل باش يبان لكم حيت هنايا ما غاديش يبان لكم غادي نحاول نكتب بالكحل تاكوس
المهم انا نوريكم انا هادشي غير تنزرب عليه دابا وصافي بحال قلتي بحال هكايا. المهم هادشي ما ديرش بحال هكايا، انا راه انا غير كنزرب عليه دابا، انا هادشي راه ما نديروش انا عندي في ستور خصني الكتابه حتى الزواق ديال الكتابه خصو يكون يبان مزيان. بحال الا دخلنا دابا الامازون هنايا شوف كيفاش بلات يا بحال قلتي بحال هكايا شوف هذا بحال هاد التيشيرت هادي شوف كيفاش مصايبو تاكوس كيفاش مكتوبه وحط التاكوس هكايا ار وشوف الستيل ديال الكتابه ماي فالنتاين. هنايا انا غير كنوريك كيفاش تخدم بفوتوشوب. هنايا كتحاول تكبر الكتابه ولا تصغر الكتابه، المهم انا غير كنوريك الطريقه كيفاش دير. من بعد شنو غدير، غادي اترو اون ريجستري هاد الصوره هادي بي ان جي اللي غادي تبان لك هنا بي ان جي، وغدير السميه هنايا تاكوس كدا ار ماي فالنتاينز كدا، وكمل الطريقه ديالك دير سيف. في الاخر من غادي تمشي لامازون غادي تابلودي هاد الصوره هادي، غتبان عندك في التيشيرت بحال هكا تاكوس ار ماي فالنتاين هنايا. وفي الاخر من تمشي تدخل التصويره ديالك في ميرتش باي امازون، حاول دير الكيوردز غير ان شاء الله بحول الله غادي نشرحه في شي فيديو اخر حيت غادي يكون طويل بزاف. المهم الاخوان عطيتكم انا النيتش كيفاش تقلبوا على النيتش، حيت هذا هو الشهر فين تيتباعوا لي تيشيرت ديال عيد الحب، ووريتكم الطريقه كيفاش تخدموا. بحال قلتي عطيتكم انا مثال ديال التاكوس، ولكن المثال الاهم هو فاني كووتس ولا شي حاجه تضحك على عيد الحب وديرها في لي تيشيرت ديالك وبيعو. خوت غادي نسالي هنايا، شكرا لكم بزاف على التتبع ديالكم. الا عجبكم هذا الفيديو هذا وعجباتكم هذه المعلومات اللي انا كنقدم لكم بدون مقابل، فقط زير لايك نوصلوا هذا الفيديو ل 5000 لايك. الا شفت 5000 لايك غادي نحاول نتطرق لهاد المواضيع هادو، كانت قل من 5000 لايك غادي نولي تندير ريفيوز، وما غادي اللايكات هما تنشوف واش الموضوع مهتمين به ولا لا. انا عدد اللايكات ما كيخلصونيش بهم، تنشوف واش الموضوع مهتم، واش نتوما مهتمين بهذا الموضوع ولا لا. شكرا لكم بزاف، نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله. بسلام عليكم.